في تصاريح طلعت من أحد المسؤولين الكبار في الحكومة الإيرانية عن السيادة اللبنانية، وعن كأنه عم بيقول لبنان غير موجود على الخارطة. كان كثير مهم وكثير كثير واضح أنه لو إجا سفير إيران، سعادة السفير إجا وامتثل إلى طلب وزير الخارجية، ما كان صار في بالمقابل أي طلب بخروج السفير ورجوعه إلى بلاده. نحن نعشق الحرية، وهذه أنظمة إن كان الإيرانية حاليا وإن كان السورية سابقا وحاليا لا تعرف معنى الحرية ولا تعرف معنى السيادة، تعرف معنى الاستبداد، تعرف معنى منطق القتل. هؤلاء القتلة نحن عم نحاربهم بوسائل ما يسمى ديمقراطية أو مدنية. نحن نعشق السيادة لأننا نعشق الحرية، وكل محتل مرأة هالبلد بآخر نهار اندحر. وضروري ضروري يصير في مؤتمر دولي لنزع السلاح، لأنه نحن ما فينا ننزع لهم سلاحهم، وهن ما رح أكيد ما رح يجوا يسلمون لسلاحهم طالما مبسوطين مسيطرين على البلد. وكمان في شغلة تانية كتير مهمة، قصة الانفجار تبع البار، إنه حزب الله ما عم بيخلي التحقيق ياخد مجراه. مشان كل هالأشياء ضروري يصير هالمؤتمر الدولي وينرسموا الحدود. شبعنا تهريب، الشعب عم بيموت من الجوع، ما بقى فينا نكمل هيك. إيران هي دولة محتلة لبنان، عم بتجرنا للانهيار، عم بتجرنا للخراب. العميل تبعها بلبنان هو حزب الله، معروف شو الأجندة تبعونه. وصلونا لانهيار اقتصادي، وصلونا لانهيار على جميع الأصعدة، كرمال هن يسيطروا عليها ويبنوا دويلتهم. شفنا الدويلة هلأ كيف صارت على جميع الأصعدة، عندهم مستشفياتهم الخاصة، عندهم مصارفهم الخاصة، وسلاحهم أكيد اللي هو عم يقضي علينا. يعني هيدا انفجار بيروت قتل اللبنانيين. نحن شعب بده يعيش بسلام، بده يعيش بحرية. نحن منرفض الهيمنة الإيرانية علينا بلبنان، ونحن بدنا ندعم البترك ليصير عنا المؤتمر الدولي وتتطبق القرارات الدولية الموجودة 1559 1701 و1680 ونخلص بقى من هيدا الاحتلال. يعني نحن ودائعنا بالمصارف راحت محروقات لبشار الأسد. 32 مليار دولار أخذوا من ودائعنا وأرسلوا لبشار الأسد بسوريا. مرفقنا، لأنه لبنان استعمل قاعدة لوجستية للحرب بسوريا، دمر مرفقنا. هيدي من كلفة هالانخراط، دمر مرفقنا ونصف مدينتنا دمر و200 شهيد. لقد حان الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة ومن حاميها ومن راعيها. وعليه نطالب أولاً توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية، والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، كذلك مواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية. ثانياً قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإيراني وطرد
سفيرها الداعم للإرهاب والسلاح غير الشرعي. ثالثاً، تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701 واتفاقية الهدة، تبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان. لذا فإننا لن نسكت ولن نستكين ولن نقايد السيادة بالرغيف، وسنستمر بالمقاومة السيادية المدنية المحقة، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا.